وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم الصيدلانية عبير الورد وابنها أيهم، نورتونا وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا فيك حبيبي. بالبداية عبير، لو نتحدث عن شخصك الكريم، عن بداية مشوارك العملي، عن دراستك أيضا، حطينا أكثر، تفضلي. هلا أنا تخرجت من العلوم التطبيقية ب 2014 وبلشت أشتغل بصيدليات، اشتغلت بصيدليات كتير ومتنوعة، بس حكم إنه أنا أم وولادي كان يعني شغل الصيدليات كتير صعب، مو إشي سهل، وإنك ترتبطي بين إنه مسؤولية بيت ومسؤولية أولاد، ودوامنا ما في عطل ما في إجازات، كان موضوع كتير كتير صعب بالنسبة لي. نعم. فقررت إنه أنا أفتح صيدلية عشان يضلوا أولادي حوالي، هذا هو كان هدفي إني أنا أفتح الصيدلية. نعم. إنه يضلهم أولادي حوالي ومعي عشان أيهم يشتغل بالصيدلية، لأنه حابب كتير يداوم فيها. صيدلاني المستقبل إن شاء الله بنشوفه صيدلاني. الآن لو نفوت أكثر بالتفاصيل، عارف السادة المشاهدين الخدمات اللي بتقدميها، آلية العمل هون كيف بتتم عندك؟ هلا احنا بنتعامل مع اي حدا بيجينا هون كانه يعني منا وفينا، طريقه سواء انه الاسعافات اللي بنقدمها، احنا كثير بنقدم اسعافات هون للناس اللي بتيجي، يعني اطفال بيجينا، يعني اول ما يعني بتكوني كثير انت كمان مبسوط لما تلاقي مثلا اب حامل ابنه جايك مثلا، والله انه اسعفيه، هذا لانه كثير عندهم ثقه فينا. نعم. وانه احنا انه كثير بنخدمهم في الحاره، والحمد لله ما قلنا الا سنه هون موجودين بالمنطقه، وكتير سمعتنا منيحة، واللي بيجينا مرة برجع بيجينا. نعم بتأكيد ما شاء الله حضرتك أشهر من أن تعرف، يعني سألنا عنك في المنطقة ما شاء الله، واتمنى لك المزيد من التفوق. طبعا لو الآن نتحدث أكثر عن الصعوبات والمشاكل في هذا القطاع من جهات معنية، نتحدث يعني من قبل أي مشكلة بتواجهك، حطينا أكثر، تفضلي. هلأ هو إجمالا تخصصنا ووظيفتنا كتير صعبة. نعم. سواء من ناحية أنك أنت بإيدك ناس يعني مرضى، طريقه اعطائك للدواء انه رح يصير ريزيستنت عند المريض او لا، رح يصير في مثلا مشاكل من ناحيه انه الاعراض جانبيه للدواء مع المريض، هذه الاشياء كثير ممكن انها تواجه اي صيدله، بس الحمد لله اجمالا قليله صارت معنا. يعني هي مشكلتنا مشكله اللي هي التواريخ الاكسبايرات تاعت الادويه. نعم. يعني وخصوصا الادويه الاجنبيه عندنا الشركات هون مش مسؤوله عنها نهائيا، مش مسؤوله عن الاكسبير. نعم بالضبط. هلا الاردني معهم يعني هلا احنا اجمالا اغلبيه الادويه الاجنبيه بكون عندك منها قطعتين على الرف مش اكثر من هيك. نعم. واجمالا قبل 6 شهور بتحاولي انه يا اما انه لك معارف صيدليات، احنا صراحه نقابتنا منيحه وعندنا تعاون كتير بين الصيادلة، يعني عندنا جروب صيادلة بننزل عليه مثلا عندي هاي القطعة، احنا بنطلع قبل 6 شهور أو 7 شهور، ممكن تمشي عندك ممكن تمشي عند هاد، في إلها زبون هون في إلها زبون هون، هذا كتير بيساعد في الموضوع انه انت ما تخسري. هلا الشركات الأجنبية لما تصير اكسبير ما بتم يعني ما بياخذوها مثلا؟ على الأغلب الشركات الأجنبية لا، مش كلها، في كم من شركة بس الأغلب الشركات لا مش مسؤولين عن تواريخ الأدوية. نعم. نتحدث الآن عن تعاملك مع النقابة، كيف تشوفي يوجد تعاون مستمر؟ هلا صراحة هي زمان ما كانش العلاقة، بس النقابة الجديدة إجمالا كتير منيحة كتير منيحة، يعني عم نشوف منها مبادرات وإجراءات إن شاء الله أنها للأحسن إن شاء الله يا رب. الآن لو نتحدث أكثر عن تطور هذا القطاع، كيف بتشوف من وجهة نظرك دكتورة عبير؟ هلا اجمالا زمان ما كانش، هلا ضيقوه علينا اكثر، يعني زمان كان الصيدلاني زي طبيب. نعم. اما هلا اجمالا الدكاتره في شويه تسلط، يعني بتحسي. نعم. انه لدرجه انه ممنوع البديل، ما انا وياك عارفين انه هذا اسم علمي، يعني التركيبه بالاخير واحده، يعني سواء هذا او هذا، الشركه هاي او الشركه هاي، هو التركيبه العلميه واحد، وانت كطبيب وانا كصيدلاني بدنا نستفيد. ما انتوا بدنا نحكي يعني بتكملوا بعض اكيد، واحنا المريض بهمنا يستفيد والمريض بيستفيد على التركيبه العلميه، عرفتي. نعم. كيف ما بهمه الاسم التجاري لهي الشركه او لهي الشركه. يعني هلا بدنا نحكي في تعامل بينك وبين الطبيب للمريض، يعني في تعامل اكيد مستمر. اكيد في دكاتره كثير رائعين، في دكتوره ممكن تهزئك وانت عم تحكي معها. نعم. وهي بتكون كاتبة الدواء غلط او الدواء جديد، يعني مختلفنا. نعم. بس يعني الطريقه واسلوبها كثير بدايق، يعني نعم. مش في معظمهم بدايق اكيد كثير. الان لو نتحدث يعني نسمع منك كلمه للخريجين الجدد في نفس المجال، ايضا لزملائك في نفس الاختصاص، شو بتحبي توجهي لهم رساله؟ بحب احكي لهم انه الصيدله شيء كثير حلو، واهم شيء بالصيدله انه الانسان يشتغل على حاله، يعني انه يطور نفسه، مش انه والله انا زي ما بيحكوها ناس علينا انه احنا بياعين، لا احنا مش بياعين، احنا دكاتره
موجودين بصيدليه، هذا اللي فرق بينه وبين دكتور، دكتور بعيادته. بس احنا هون زي ما الدكتور بيفيد الناس احنا بنفيد الناس. نعم بالعكس، تقدموا استشارات بالضبط، كثير بنعمل خلطات وبنعمل تركيبات كثير بتفيد الناس وكثير ناس بتتجه عليها. نعم. فيعني احنا وظيفتنا يمكن كثير مهمه بالنسبه زينا. نعم. زي بالتاكيد، لا اكيد وظيفه. بنهايه اللقاء بتحبي تحكي كلمه اخيره عبر قناه جسات؟ أحب أشكركم كثير على هاللقاء، كثير انبسطنا فيكم، وإحنا أكثر حبيبتي، أنتوا ناس كثير مناح وفرصة سعيدة وتشرفنا فيكم كثير حبيبتي، وإحنا أكثر. وبنهاية اللقاء بنحب نحدد للسادة المشاهدين أين موقع الصيدلية، أرقام الهاتف للتواصل، تفضلي. في إحنا بطبربور دخلة معرض شيري للسيارات، طريق غابة الحسن. نعم، أرقام الهاتف للتواصل 0799-24-35-26، وأرقام الهاتف سوف تظهر على الشاشة عند الزميل عبد الله اللوزي. بشكرك مرة ثانية، يعطيك ألف عافية. بشكرك أستاذ أيهام، إن شاء الله بتستدعي يعني كبير ونعمل محاضرتك لقاء بس تكبر. يعطيك ألف عافية يا رب. وفي نهاية حلقتي لهذا اليوم أتقدم بجزيل الشكر عرفان للصيدلانية عبير على تواصل دعم لهذا البرنامج. يعطيك ألف عافية. شكرا أيهام حبيبي، بس تكبر شو رح تصير؟ دكتور. دكتور، ليه حبيت الشغلة هاي؟ إنه نساعد الناس فيها ونحاول إنه نساعد الناس ونعالج مرضهم. نعالج مرضهم. بتشتغل مع ماما وهم بالصيدلية؟ آه. حبيت المهنة ولا لا؟ حبيتها. أيهام، لو إجا عندك مريض وكان تعبان وما كان في دواء موجود بالصيدلية، كيف تتعامل معه؟ هسا بقول له مثلاً بكرة، مثلاً تعال بعد كم ساعة بكون موجود الدواء. يا اما احنا نصيك عليه ونجيب لك اياه. هيك بتحكي له؟ طب واذا ما قدرت تجيب الدواء شو بتعمل؟ بدور له على دواء ثاني.